يحتل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكانة متميزة في المجتمع في إدارة مختلف أنظمة التغطية الصحية للمضمون الاجتماعي وإسناد منح المرض والأمومة وإدارة أنظمة جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض. خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض عديدة باختلاف متطلبات المواطنين لها، ولتسهيل الخدمات تم إطلاق الخدمة المجانية للإرسالية القصيرة. الإرسالية هذه هي في الحقيقة هي مجانية في اتجاه المضمون الاجتماعي للمتابعة جميع الملفات الممكن أن يكون مضمون اجتماعي قد أعداها في الصندوق الوطني للتأمين للمرض. خدمة الإرسالية القصيرة منها مانع لاستحسان المواطن ومنها من لم يتمكن من معرفة طريقة اشتغالها. مش خايبة، لا مش خايبة. حبيت نجربها، ما حبيتش تمشي لي، بعث لي انسكريبسيون، ما حبيتش تصير معنا الانسكريبسيون، ما نعرفش علاش. بالنسبة للإرساليات القصيرة بعثت أنا ديجا فيها، جاوبوني نوفو كونفيرمون فوتر انسكريبسيون سيرفيس اس ام اس دو لكنا، لكن ما عطونيش الكود. تشكيات عديدة من بطء الخدمات في الكنا، اكتظاظ في القاعة وتذمر من ضيق الفضاء وطول الانتظار لقضاء الحاجة دفع البعض إلى النوم حتى يحين دوره. صار واحد يجيب الصباح بتاع الصباح هنا المدي ساعة يقول لك أرجع ساعتين ولا ثلاثة، معناتها الواحد تصيره بيته هنا باش يقضي قضيته. جيت اليوم تبهذلت، اليوم برسوريها تبهذلت من 8 متاع الصباح أنا واقف ورقة باش نوقف، تقول لي امشي للقيشين يوم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أربعة، فالتالي قالت لي امشي لخمسة. الإشكالية راهو حتى المواطن عنده دخل في أمور كناك، على أساس كو احنا تو من البرومي جوي نحطوا ثلاثة شهور ديلي دو ديبو تاع شونجمون دي فيليير، فهمت؟ مالوريزمون المواطن قاو ديما يتذكر في آخر وقت يجينا كان في آخر نهار. بصراحة ياسر معناها من الصباح من فجر ربي نبدا قاعد نستناو بال 500 الرقبة نستناو شد الصف برا في الشارع معناها نستناو. لومبلاسمون الموقع نتاعو الطريق هذا اون بليس لوكال، اللوكال ماهوش نتاع كنام معناها، فهمت شي؟ من الصباح واحنا شادين الصف وما ثم شيء، الجيشيات واقفه والخدمه ما هيش ماشيه. جيت من التسعه انا تو واحد حبلي الماضي ساعه لهنا وانا جالس موجود هنا. يعملون برشا لوكالات تاع كنام كثونا من الكنامات، فهمتني ولا؟ ماذا بينا هنا في سيدي منصور في كل بلاصه. عملوا لنا حل، بدلوا لنا بقعه ثانيه كبروا، ما هوش حكايه. ثم مونك نتاع لازم يكون ثم لوكال واحد اخر نتاع كنام، فهمت شي؟ الفضاء الجديد اصبح جاهزا وايام قليله ويفتح ابوابه للخدمه. بث خبر على اساس ان سيقع حل مركز جديد بحي الحبيب، قلت له ممكن هيني ثلاثة ايام الجايين هذوما باش يتحل ويخفف لنا من الاكتظاظ اللي نعيشوا هذايا، والايامات القادمه ان شاء الله فما هنالك حلول اخرى لبعض بعض المراكز الاخرى نجم تكون في جهه السلطنيه ولا في جهه سقيت الدير. تذمر من استرجاع المصاريف في حين اعتبر المسؤول ان اسباب التاخير ترجع الى عده نقاط. كيف انا كيما كي جي على الماندا عندي شرم صبيت وشهر ونص، فهمتني ولا؟ وعندي ورقه نقص، معناتها المهم الاول نهار يقول انا عندك ورقه نقص، فهمتني ولا؟ ما فماش هنالك التاخير، قاعد الماندات تجي في اوقاتهم، اما بعض المضمونين الشمعين مش الماندات ما جاش في وقتها، ما عليه كان يجي للصندوق الوطني من المرض وين تصب المطلب نتاعه وهو يقعد تفسير على السبب. هنالك بعض نقص الوثائق نجم تكون، هنالك رفض طبي نجم يكون. تو عندي ثلاث شهور هذا نستنى معناها باش شهريات معناها تجيني استرجاع مصاريف، نستني وقتاش باش نشري دواء يعني. الاشكاليات كلها موجوده، هي تراكم بعض الملفات والصحيح هنالك اكتظاظ راه موجود، ولكن تاخير ينجم يكون له سبب، ممكن يكون في تاخير ملف من طرف المضمون الاجتماعي، هنالك سبب اداري وهنالك سبب طبي. وفي الحقيقه هو المعدل العام اللي عندنا موجود بالمركز الجوي للصفاق الشمالي، المعدل العام هو 21 يوم يقع استرجاع البطاقه استرجاع مصاريف. احتياجات المواطن عديده ومتطلباته كثيره في ظل قله مراكز التامين على المرض وضيق فضاءاته وبطء خدماته، تبقى تشكيات المواطن سيدة الموقف.